طاح بال الوصل بينك وبيني. مساكم الله بالخير، انا في المستشفى. الله يجعل ربي يوفق كل يا اخوي تبي الله يسهل عليك، سهل على الناس. والله العظيم اني صادق، تبي الله يحبك حب الناس، تبي الله يعطيك عط الناس. اقسم بالله يا اخوي طحت لي في واحد هنيه يا اخوي، شهدوا بالله انه سمح الله يوفقه اذا اليوم، الله يوفقه يسر اموره. سمح يا ولد، حتى في اموره وفي وقفته. سنابه يا اخي غضبضه، والله اني صادق، والله العظيم كان كتبي الله يسهل عليك سهل على الناس. والله العظيم تبي الله يعطيك عط الناس، تبي الله يحبك حب الناس. والله العظيم يا اخي والله حب كبير للشخص اللي واجهته، والله ما ادري وش اسمه ولا يدري انا من انا ولا يدري ايش طشمتي من العرب، لكن شخص سلس الله يرحم والديه. ذا اليوم وفيه واحد لطعني في الشمس، لطعني طول يقول اطلع برا، قولي برا تعالني وينك. اللهم صل على محمد، الله يسعدكم جميعا يا احباني. انت وين فيه يا ولد؟ المبنى ذا اللي قد اشوفه يا اخوي، يظهر لي برا يا اخوي، الشمس لعبتيني يا اخوي. شفت موتري؟ طيب يا اخوي اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. والله لو انك معي ما تقول الكلام ذا. طيب انت وين كيك حلا؟ انا عني عند الباب، عني على البوري، عني مع الدرج على خشمي. يا عني اتحرك اخي، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك يا اخوي، يتيم وخليته في الشمس يا اخي، اتق الله. والله يتيم اما هذه فيها اعلى. ما حزنت؟ هل غدا على حسابك؟ الغدا على حسابك. ابشر والله بالغدا وابشر بالعلوم الغامضه كلها. خليك معي. ارحب الله يحييك. ارحب مرحبا، ترحيب يا يتيم وخليته في الشمس. اي والله جعل والله بعمري المجار. يا هلا، ارحب يا رجال، ترحيب المجار. ارحب كيف الحال؟ يلا حيا، ايش حالك؟ قربتين جوالك مكسور يا ابو محمد. اي والله ابشر والله بالعو. هلا والله راسك، شلونك طال عمرك؟ يا هلا اميت. هلا يا ولد، تتكبر علينا؟ انا والله شفت علينا، ما عاد تبيني اقول ما عاد ابيك، كل ما عاد ابيك. لا والله الا ابيك، لكن شوف الظروف لها احكام، لو انك معي جوا كان عذرتي. والله إيه؟ مرحبا مليون. الله يبقيك جعل والله. ترحب انا عينت التمساع. ما عينت، رايحين ندور له الحين. مساكم الله بالخير، خلصنا اللي وزمنا بفضل من الله الحمد لله. الان وقت الغداء. نعم العم محمد. يا مرحبا مليون. يا هلا يا هلا بالغالي. وش ذا العشاء الزين؟ العشاء؟ العشي. اي والله قد العشي. كم الساعة؟ الساعة كم؟ ثلاثة. والله عشي. اخر مره سمعت كلمه عشي ذي انت اخر واحد من جيل الطيبي. والله شكرا على الكلمه الحلوه. الله يعافيك. والله العشي. العشي الزين. يا مرحبا يا ابو محمد. الله يبقيك. شلونك طال عمرك؟ الله يطول عمرك. مساك بخير. طيب الله وجهك. وجهك. وجمال الله حالك. وجهك. الله والديك. والديك. يعني برجاء ما يحتزم فيك ابو محمد. جعلني معك. والله عليك زود يا ابو محمد، جعلني فداك. اذا المطعم داقينا طال عمرك، عندنا تصفيه حسابات. ايه. والله عندنا تصفيه حسابات مع البرجر. لازم نقيم. لازم ان نقيم، احنا دابغين. الله يعقوب شر، الله يمتعنا وياكم بالصحه والعافيه. امين يا رب العالمين. غيث كلم خالتك، خالتها شريرك. شيك عندي. ها؟ كلم خالتك حدا معنا. خالتي؟ ايه. امي. يا رجال امي انا، خالتي عانا. ايه. كلمها. بسيكل. لا تشريك سيكل تستانس. ما تأكيد؟ انا عندي سيكل شريف 500. عندك سيكل شريف 500؟ ايوه. ما شاء الله. ترى خالتك معها فلوس. امي. خالتك. خالتي. ايه. خلنا تاخذها بالعرض. الله يعافيك. سبيعلمك مع خالتك فلوس. خالتي نورة. ايه. عمو يشوف البناجر في يديها الذهب. ما عاد خلاص نوره، ما عاد يرضيها شيء. خلاص طيب. والله الحمد لله. اللي معك شنو؟ ارفع شوف.
اللي معك وش؟ دجاج. الرجل ما شاء الله بالعافية. كل ما أكل عدد تركه. من عيوني يركب. الله يوافقك يا. وياك يا مرحب. عاوز إلا سلام. بس هنا أنا هدل هنا. الله يوفقك. الله يحافظ عليك. تفضل معانا. الله يطول عمرك. تفضل والله. الله يطول عمرك. تعوش بس اسمعني. والله من مجاملك. والله. أي وقت تعوزي أي حاجة أي حاجة تبيها شغلان أي حاجة. تيجي لي هنا انا في الصراحة. الله يطول عمرك. خذ الرقم خلي عندك. يا عم السيد انا اهم شيء باقي انت اي شيء عاوز انت. انا الله يوافقك والله انا يعلم ربنا في السماه البني ادم المليح احب واحب اخدمه لله في لله. الله يوفقك. سيبك حياة النبل من قلب الفلول. الله يوفقك. والله ما شاء الله هنا في البطن في ناس واجد محترمة. الله يمعلك زو. والله يوافقك تعوز اي حاجة هنا الغرفة. ونفس الكلام. وهنا. انا اعرف بيتك وانت تعرف بيتي. وهنا المزرعة بتاعت رجع حصولها هاي. ونعم. في النهار في لحظة تعوز اي حاجة تبيها مش عتلة اي حاجة. الله يسعدك. الله يوافقك ويخليك لامك ولابوك ويحفظ عليك. امين يا عم. امين. الله يسر عليك. امين يا عم الله يسعدك. الله يستر عليك دنيا. تفضل معنا. الله يطول عمرك. والله ما معي فرصه. لب قلبك. سعيد جدا بشوفك. الله يحافظ عليك وياك يا عم. الله يستر عليك دنيا واخره. اللهم امك وتروح بالسلامه وتعود بالسلام. اللهم ويحافظ عليك ويوفقك. امين يا عم. روح بالسلام. الله يسلمك. شوفك على خير يا عمي. الله يستر عليك. يا مرحب. يا لب قلبي هنا. شهد بالله ان عزميته عزميه السفطان اللي طربان للعزمي صدق. يعني في البر هو ساكن شو دقيقة أقول لكم الكام هو ساكن في البر دجاجته فيها غرفته هذه كي حتى ما تشوفونها من الظلام ويعزم عزمي طربان دعنكم من الزين زي سعدني جدا والله أنها سعدني نسأل الله يرزقه ويقضي حاجته في ذا اليوم. يا أخي أبشر بالخير يا أخي الدنيا باقي حلوة. أقسم بالله إني صادق. الحياة باقي حلوة. دام فيه ناس طيبة زي الرجل الفاضي هذا. الله يوفقك. مشهد جميل جدا. الله يسعدكم جميعا. صلوا على النبي.